ثانيا الأخ الذي يقودكم في الشعارات قال يا للعار يا للعار باعوا الأقصى بالدولار. الأمر أخطر من ذلك بكثير. نحن اليوم أمام خطر أشنع وأفظع وأشد هولا من إسرائيل ومن معاميس. كل المناضلة المقاومة والمساندة لفلسطين بدون قيد أو شرط. أنتم براء صحيح. أنا علاش كنستفزكم شي شوية؟ أنا عم بغيتكم العملاء بعض العملاء دنسوا شرف أنسوا بمقابلة كرة القدم، قلت عليها قبل لا تم التدليس على قدماء اللاعبين الاسفين تم الفرقة الأولمبيك الاسفين. عبرنا من خلال مشاركتنا على أن معركتنا في المغرب هي مواجهة التطبيع، هذا التطبيع الذي لا يسيء فقط إلى فلسطين وهو كذلك، ولكنه أيضا يهدد أمننا ووحدتنا وسلامتنا سيجنا وعلاقتنا بدولتنا وعلاقتنا بيننا ببعض، لأن التطبيع الصهيوني هو خنجر مسموم تتسلل من خلاله الآلة الصهيونية عبر عدد من الوسائط والوسائل كي تتسبب في خراب الوطن. ولذا قلنا خطاب مسؤول أن التطبيع يمر عبر الرباعية، للأسف الشديد هي رباعية خطيرة، وهذه رسالة إلى كل هنا في أسفي وعبرهم إلى كل شعبنا المغربي ودولتنا طبعا التي ننتمي إليها. الرباعية هي كالآتي، هي أن التطبيع أريد تغليفه بقضية الصحراء وهذه إساءة لقضية الصحراء، ثانيا أريد تمريره لإساءة إلى مفهوم إمارة المؤمنين عبر الذين يريدون تمريغ هذا المفهوم لمؤسسات الدستوري التاريخي الحضاري الأساسي في الدولة وتغليفه أو تدنيسه بقضية ما يسمى الجالية الصهيونية في إسرائيل من أصل المغربي. المدخل الثالث هو مدخل الأمازيغية، يراد القول بأننا كأمازيغ لا علاقتنا بفلسطين بل إن علاقتنا بإسرائيل وعلاقتنا بالعربية علاقة عداوة، وبالتالي مطلوب تحرير أمازيغ من الاستعمار العربي اللي هو الدولة المغربية وبالتعالف مع إسرائيل وأمريكا. هذا موجود للأسف الشديد في عدد من الوسائط ويتسلل إلى دولتنا وعندنا فيه كثير من المعطيات في المرسل المغربي من ضد التطبيع. المدخل الرابع هو اليهودية المغربية، وأنا أتحدث من آسفي واللي هي من الحواضر المغربية المعروفة بوجود يهودي تاريخي قديم. المطلوب اليوم الدفاع عن سلامة النسيج الوطني المغربي بحماية الطائفة اليهودية والمكون اليهودي من عودة الصهيونية مجددا كما جاءت في أواسط القرن العشرين وخذتنا 260 ألف يهودي، هم الآن يقال 800 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل جزء من عصابة إسرائيل، ويراد اليوم المرور مجددا إلى هذه الطائفة وإلحاقها مكسب الاتصال الإسرائيلي كي تصبح جالية إسرائيلية في المغرب، وهذا كي يقوم به ديفيد جوفرين ومكسب الاتصال الإسرائيلي، وللأسف في صمت من مسؤولين في الدولة وفي شبه تخاذل. ولهذا الرباعية خطيرة جدا، هي مؤسسة كما يظهر لكم والكيان الصهيوني وأدرعه الإعلامية الثقافية الاستخباراتية الاقتصادية وغيرها تشتغل على هذه الرباعية وغيرها آخر كثير. نحن جئنا كي نقول مع فلسطين صحيح، لكن قبل أن نكون مع فلسطين احنا مع بلادنا أولا، حماية لأمنها وحدتها بقائها نهضتها دون التطبيع مع إسرائيل. السلام عليكم. شكرا جزيلا.